السلام عليكم. ما زال الاستعصاء سيد الموقف في المشهد الليبي بشأن الوصول إلى صيغة توافقية بين الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة على القوانين الانتخابية التي من شأنها أن تنهي حالة الانقسام وعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية. فقبل أيام أعلنت لجنة 6+6 المخولة بصوغ اتفاق ناجز بشأن القوانين الانتخابية توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين المذكورة، وبالرغم من أن التعديل الدستوري 13 يجعل مخرجات اللجنة المكونة مناصفة من أعضاء من مجلسي الدولة والنواب إلزامية ونهائية، بالرغم من ذلك فإن عددا من الشخصيات والأحزاب الليبية رفضت المخرجات، معتبرة أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها حينما تحدثت عن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بشأن القوانين الانتخابية من شأنه أن يعزز دور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الذي كان بشر قبل أشهر قليلة بخطة تقضي بجمع كل الطيف السياسي الليبي على طاولة واحدة للاتفاق على القوانين الانتخابية، ويعزز خطة المبعوث الأمريكي المبعوث الأممي شموليتها لطيف واسع من الليبيين وتمتعها بدعم أمريكي. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع سبب إخفاق الليبيين في الوصول إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية وسبل تذليل الخلافات بين الجهات السياسية الفاعلة وفرص نجاح المبعوث الأممي في تحقيق ما عجز عنه الليبيون. أهلا بكم. لمن ساهم في هذا الإنجاز المشرف، يواصل الفرقاء السياسيون في ليبيا منذ سنوات مسيرهم في مضمار الفرص الضائعة والعودة إلى المربع الأول. فبعد أجواء التفاؤل التي صاحبت تكوين لجنة 6+6 من بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بهدف وضع قوانين الانتخابات تمهيداً لإجرائها قبل نهاية العام الجاري وقبيل توقيع اتفاق اللجنة على تلك القوانين، أصدر العشرات من أعضاء مجلسي النواب والدولة بيانين منفصلين يرفضون فيهما مخرجات اللجنة التي يفترض أن قراراتها ملزمة دستورياً ولا تحتاج لموافقة المجلسين. البيانان أصدرهما أكثر من 60 عضواً في مجلس النواب وأكثر من 50 من أعضاء مجلس الدولة، الأمر الذي قد يعطل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من التحصين الدستوري للجنة وقراراتها، إلا أن الانقسام بشأنها ربما يفضي إلى تكرار سيناريو المباحثات والاتفاق السياسي بما ينطوي عليه ذلك من تمديد الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يراه كثيرون غير مجد وقد يدفع بليبيا إلى الانزلاق مرة أخرى نحو الصراع المسلح والفوضى الأمنية. وبالنظر إلى الفشل المتكرر في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، فإن كثيراً من المحللين يرون الأزمة في ليبيا ترتبط أكثر بالتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، ولذلك فإن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي يبدو عاجزاً عن حسم أي من الملفات الخلافية بين مكونات الطيف السياسي الليبي. وبحسب المحللين فإن على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا عدم إغفال دور التدخلات الخارجية في ملفات الصراع السياسي الداخلي في البلاد، ولذلك فربما بات ضرورياً العمل على وقف التدخلات الخارجية كأولوية قصوى، ومن ثم استكمال رعاية حوار ليبي ليبي من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة ويحقق مصالح الشعب. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا مع حفظ الألقاب عادل أحمد جبعور، أمين عام المجموعة الليبية للعمل الوطني، وكذلك خيري عمر أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا بكما جميعا. نبدأ معك أستاذ عادل. بالرغم من أهمية وحساسية وخطورة وقضية حاسمة إنضاج قوانين انتخابية، بالرغم من كل ذلك أن مستقبل البلاد ربما يتوقف على هذه القوانين التي ستمهد الطريق للانتخابات الرئاسية والنيابية بطبيعة الحال،
حتى الآن هناك إخفاق في الوصول إلى صيغة توافقية بشأن طبيعة هذه القوانين، ما الذي يجعل الوصول إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية في البلاد عقبة كأداء حتى يومنا هذا؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لجنة 6+6 عملت جهد كبير لوضع قوانين تمر بالبلاد من مرحلة الفوضى وعدم التوافق السياسي إلى مرحلة أمان، ولكن رأى النقاد السياسيون كثير من الأحزاب، وكان لنا ورشة عمل اليومين الماضيين، أن لجنة 6+6 جنبها الصواب في بعض فقرات القانون المخرجات. مخرجات القانون. مثل ماذا؟ تطبيقها على الواقع يصعب، مثل مثلا الطعون تؤجل الجولة الثانية، يعني طعون في الانتخابات الرئاسية تؤجل الجولة الثانية. نعم. فهذه غير متعارف عليه في الأعراف الدستورية والقوانين، غير متعارف عليه. إذا كان هناك طعون لا تؤجل الجولة الثانية بل توضع من الجولة الأولى. أيضا في حالة ما تحصل أحد المترشحين لسباق الرئاسي 50+1 يضطر إلى دخول في جولة ثانية، وهذا غير متعارف عليه. المفترض أن إذا فاز أحد المترشحين ب50+1 لا يحتاج إلى جولة ثانية، إنما تكون الجولة الثانية في حال أحد المترشحين تحصل على أقل من 50+1 يبقى في الجولة الثانية هو ومن يليه في لكن عدد لكن الأصوات. سيد عادل، يعني هل هذه النقاط التي قد تبدو لبعض المراقبين فنية أكثر منها متعلقة بالجوهر جديرة بأن تكون سببا في استمرار حالة الفوضى في البلاد وعدم الانتقال بها إلى الاستقرار؟ من وضع هذه الفقرات ممكن يكون على حسن نية، ولكن هذه حتفتح باب للفوضى. في حالة شخصية فازت 50+1 ممكن لا تكون جولة تانية. المفترض أن 50+1 فاز، ولكن المتسابق الذي يليه ماذا سوف يفعل؟ يقول في الجولة الثانية لن أربح، فيتدرع بأي أسباب، مثلا الأمور الأمنية، يعطل الانتخابات. فهذه مبرر أو باب للطرف الآخر أنه هو يعطل الانتخابات. يعني هذا قد يكون في كل الأحوال، يعني حتى سواء حصل على 50+1 أو على حصل على 50 أو حتى على 49 وجاءت موزع النسب على المتسابقين. يعني هذا ممكن أن يحصل في أي وقت. يعني يقول يعني الليبيون أنه متى، كيف يمكن، يعني قبل الحديث عن كيف، يعني أنت ذكرت بأن هناك نقطتين أساسيتين تحولان دون قبول الجهات السياسية في هذا الأمر، لكن لو بنيت على نقاط كثيرة وهذه منهما. طيب، يعني ربما ذكرت اثنتين من أهم النقاط التي هي مثار خلاف بين الفرق الجهات السياسية، لكن لو بنيت على كلامك لأسأل الأستاذ خيري أو الدكتور خيري، دكتور، هل جوهر الخلاف أو رفض مخرجات هذه اللجنة قائم على أساس أنها لم تتمكن من معالجة جوهر الخلاف وجوهر العملية الانتخابية في البلاد، أم لقضايا أخرى مرتبطة بأساس تشكيلها التي يطعن بعض السياسيين الليبيين بأن تشكيلها لم يكن دستوريا في الأصل؟ إذا ما نظرنا إلى تشكيل اللجنة 6+6 يمكن القول أن التعديل الدستوري 13 خلص الإعلان السياسي أو الإعلان الدستوري من العيوب التي شابت المادة 30 وحاول تبسيطها بحيث تكون قابلة للتنفيذ. وعلى هذا الأساس أعتقد أن تشكيل اللجنة من الناحية الدستورية هو صحيح، ولكن الطعن فيه من حيث النصاب، هل توفر النصاب أو لم يتوفر النصاب. وإذا ما فتحنا النقاش حول النصاب فإن كل التشريعات الليبية أعتقد خلال السنوات الماضية هي معيبة من ناحية النصاب، لكن إذا ما أردنا البحث عن حل سياسي فإنه يمكن التغاضي عن بعض الأمور. وعندما تكلمت اللجنة في أن فإن الانتخابات الرئاسية على جولتين حكما، فإنها كانت تتحوط ل
حل مشكلة الازدواج الجنسية بالأساس. نعم. لكن هل حل هذا سليم أم غير سليم؟ هذا محتاج إلى نقاش واسع، بحيث أنه إذا ما فاز مرشح بنسبة 50% زائد واحد، فإنه هنا اكتسب إرادة شعبية هي أقوى من التشريعات، وبالتالي كيف تزيحه بسبب الجنسية. وبالتالي كان من المهم أن تعمل اللجنة على معالجة مسألة الزواج الجنسية، إما تقبل بها أو ترفضها من ابتداء أو نهاية عند تقديم طلب الترشيح، وبالتالي حتى لا تدخل في مساومات أخرى. لدي ملاحظتان هنا. الملاحظة الأولى وهي تتعلق بأن كل التشريعات اللي بيمنها سنة من فبراير 2014 وحتى الآن هي تتم تحت ضغط وتحت إكراه، وبالتالي تخرج فيها عيوب كثير من العيوب التشريعية والعيوب القانونية، وأحيانا فيها أخطاء لغوية. وبالتالي نحن هنا أمام مشكلة يمكن أن تحل. يعني مثلا إذا أوكلت اللجنة 6+6 صياغة القوانين للجنة لخبراء في القانون وأساتذة في الجامعات، أعتقد كانت الصيغة يمكن أن تكون أفضل، ويتم تفادي الأخطاء الفنية التي أشارت إليها المفوضية الانتخابات، والتي أيضا أشير إليها في أن هل يمكن بعد استجلاء الإرادة الشعبية هل يمكن مراجعة تعطيل النتائج حتى يتم إجراءات التنازل عن الجنسية دولة أخرى. نعم. هذه النقطة أعتقد هي يعني هي في لب التشريعات يعني عيب مستمر في التشريعات الليبية بشكل عام. النقطة الثانية وهي ما يتعلق بغياب نظرة شاملة لكيف يكون نظام الحكم الانتقالي، يعني هي التخطيط أصلا للحكم الانتقالي، وبالتالي كيف تكون العلاقة بين السلطات. احنا نحن في مسألة في بناء مجلس تشريعي، انتخابات رأس الدولة، حكومة مشرفة على الانتخابات، كل هذه الأمور أعتقد إدخالها مرة واحدة وإيكالها إلى لجنة يعني متوسطة العدد على هذا النحو هو يثير إشكالات أكثر مما يقدم إجابات. وبالتالي كان من الأفضل أن يكون نص التشكيل الحكومة منفردا، أو أن تكون من إذا هذا عفوا دكتور خيري، هذا ربما يكون مرتبط بوسائل الحل أو السبل البديلة الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لكن قبل ذلك لو عدنا للحديث عن موضوع اللجنة، وهنا أسأل الأستاذ عادل، يعني المعترضون عن اللجنة اعترضوا على نقاط إضافية أخرى بغض النظر عن موضوع مزدوجي الجنسية وموضوع الرتب العسكرية، أصحاب الرتب العسكرية، وغالبا هو المستهدف فيها الخليفة المتقاعد خليفة حفتر. لكن بغض النظر عن هذه الجزئية، هناك من يقول بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها وتحدثت في قضايا ليست من اختصاصها، مثل زيادة عدد نواب مجلس النواب. هل هذا يعني القضاء على هذه اللجنة ودفنها وغياب دورها بالكلية في مرحلة مقبلة، أم ما زال اللجنة أمل في أن تقدم شيئا لليبيا؟ في حقيقة الأمر نحن سعيدون بما توصلت إليه اللجنة من كثير من النقاط وتوافقات، ولكن نحن عندما قدمنا انتقادات بناءة لكي تخرج و تكون مثالية لتطبيقها على الواقع ولا تكون حبر على ورق. فقدمنا هذه الملاحظات وارسلناها للجنة 6+6 للنظر، ونحن تقريبا 14 حزب عملنا ورشة عمل لمدة يومين من الأحزاب المؤثرة في المشهد الليبي، وأيضا هناك مؤسسات مجتمع مدني، وأيضا هناك أعضاء من البرلمان وأعضاء من مجلس الدولة، ونأمل أن تكون لجنة 6+6 تضع هذه النقاط في نصابها وتعدل، لأن هناك أخطاء كارثية. مثلا واحدة من الأخطاء يربط الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية. مثلا في حالة انتهت الانتخابات البرلمانية والشعب اختار نوابه ودخلت الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية، في حال فشلت في الجولة الثانية يلتغى حتى الانتخابات البرلمانية، وهذه ما سبقنا فيها. هذا كلام يعني الذي تقوله كلام مهم. برأيك لماذا هذه السوابق بحسب كلامك وكلام كثير من الليبيين السياسيين الرافضين لهذه المخرجات، لماذا تلجأ اللجنة إلى إقرار قوانين ومخرجات ليس لها سوابق في التاريخ السياسي لدى الدول؟ ما الذي يجعل هذا يعني واقعا؟ هذا تشكيلة اللجنة ضمت تشكيلة من مجلس النواب ومجلس الدولة، فكل طرف يريد أن ينظر لبعد الانتخابات، متخوف من النتائج، عدم ثقة في نتائج الانتخابات، فيجعل هناك يا إما مطبات لكي
يطيل أمد الأزمة ويستفيد من بقائه في منصبه أو تحسبا للنتائج التي لا تكون في صالحه أو في صالح توجهه. يعني هذه اللجنة تمثل قول المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ ليس بالكلية، ولكن نحن يعني نحسن الظن أولا، ولكن نقدم لهم النصائح أنهم يعدلوا هذه المواد، وإن شاء الله ربي يسر اللي فيه الخير. طيب، يعني ما ذكره الأستاذ عادل حقيقة جدير بالتعليق عليه. هل يمكن القول إن من أسباب إعاقة انتقال الليبيين إلى مرحلة الاستقرار السياسي دكتور خيري هو الطبقة السياسية والعسكرية المهيمنة الفاعلة الآن، بأن أي تغيير ديمقراطي حقيقي سيفضي بالنهاية إلى خروجهم من مناصبهم وبالتالي هم الأداة المعطلة؟ هل هذا القول معقول؟ هذا الكلام كان سائد في السنوات السابقة، وأعتقد كان سائدا في القوانين الانتخابات التي سنت في أكتوبر 2021، وكان سببا في التعطيل، وبالتالي كانت تم تصميم التشريعات بحيث تكون يعني موجهة في ناحية واحدة فقط. لكن مع تشكيل اللجنة الحالية فأعتقد أن هذه النغمة خفت، باعتبار أن منتج مخرجاتها هي بنيت على أساس محادثات القاهرة والتي انتهت إلى الخلاف فقط في مسألة الازدواج الجنسي. عفوا دكتور، يعني كيف تقول هذه اللهجة خفت والآن الأستاذ عادل يتحدث عن أن كلا الفريقين من مجلس الدولة ومجلس النواب في اللجنة 6+6 كلاهما خائف على مصيره، لذلك جاءت هذه المقررات يعني مخالفة وليس لها سوابق في تاريخ اللجان والقرارات السياسية السابقة؟ هي من باب الأخطاء الفنية أو عدم الدراية الدستورية، إنما كان الصوت الزعج دائما. أنت تختلف مع أختلف معه. الصوت العالي كان دائما هو كيف يرتب المسؤول السياسي وضعه فيما بعد الانتخابات، وكان هذا سائدا. لكن عندما مثلا إذا قرأنا أو تابعنا مشوار اللجنة الدستورية في القاهرة نلاحظ أنها توصلت يعني قبل أشهر إلى أن الخلاف فقط ينحصر في مسألة الزواج الجنسية، وحتى يعني بعض المشاركين في ظهر على الإعلام وتكلم في أن هو المقصود بها إذا حققنا شرط الازدواج الجنسية فإن خليفة حفتر سوف يخرج من النقاش. نعم. من السباق. لكن ما حدث الآن هو اللجنة 6+6 حاولت تخفيف هذا الشرط وتقسيمه على مرحلتين، يمكن أن يرشح وإذا اقترب من الفوز يتنازل، وبالتالي هنا أعتقد أنه هو هذا الحل، لكن في الصياغة الفنية لكن أو الصياغة القانونية لم تكن موفقة. لكن حتى التنازل عن الجنسية سواء كانت البريطانية أو حتى الأمريكية هذا يحتاج إلى إجراءات قد تمتد إلى ما لا يقل عن 6 أشهر إن لم يكن عاما. هل هذا منطقي؟ لا، أنا أعتقد أنه فيما هو أعمق من ذلك، فأن احتفاظ رئيس دولة بجنسية أخرى هو عيب سياسي وعيب دستوري. طيب، وبالتالي كي يكون من الأولى للمسؤول السياسي إذا ترشح للرئاسة وكانت فرصه قوية فليتنازل عن الجنسية. إذن هذه المشكلة يعني. إذن هذه المخرجات هي تلفيقية حتى توافق هوى جهات سياسية وعسكرية فاعلة مثل خليفة حفتر مثلا. لا، هي حتى تتجنب صراع، هي بتدخل من باب حل الصراعات وليس من باب الموالاة الخوف أو القلق. لأن عندما مثلا نقارن الشروط التي كانت مطروحة قبل ذلك والنصوص كانت تقول يحق للعسكريين الترشح بدون بدون مرجعيه بدون اي قيود. وبالتالي هذا ما ظهر في هذه المسوده او في هذا القانون هو انه سكت عن الموضوع وتركز فقط على موضوع الزواج الجنسي، وبالتالي نحن هنا امام يعني نوع من التطور التشريعي. لكن العيوب الفنيه يعني مثلا ملاحظات المفوضيه العليا كانت في كيفيه تقسيم الاعداد يعني بين القوائم وبين الفردي. نعم. وأيضا حصة النساء في مجلس الشيوخ، وبالتالي نحن هنا أمام أخطاء صغيرة جدا يعني تحت باب العجلة تحت باب الاختلاف في اللجنة، وبالتالي نحن هنا إذا ما تصورنا كيف نبني المشروع السياسي في ليبيا هو هذا يحتاج إلى نقاش. وما أخشاه يعني عندما قرأت إحاطة باتيلي في مجلس الأمن والتصريحات المتتالية لكثير من إذا فتح الموضوع للنقاش سوف تنهار هذه القنوات القوانين. نعم. وبالتالي نحن هنا أمام كيف نثبت ما تم التوصل إليه. نعم. ويمكن البناء عليه في المرحلة الحالية بحيث يمكن أن تكون الوضع الحالي أفضل مما سبق، لأن هناك نفس المشكلات التي تسببت في إلغاء في توقف انتخابات 21. نعم. ما زالت سارية حتى الآن، وبالتالي فيما يتعلق بالحكومة المشرفة والاستقالة من المنصب، وبالتالي كان هناك يعني ممكن التفكير فانه اذا ما استقال من المنصب لن يعود اليه.
كان ممكن تضحي هذا المشروع. هذا 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 رأي الذي طرحته. هو ثمة من المراقبين من يقول كما لو أن الليبيين الآن يدورون في حلقة مفرغة. سنبحث بعد قليل سبل كسر هذه الحلقة المفرغة، لكن ليس قبل أن نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث عن تطورات الملف الليبي من جهة الجدل الدائر بشأن قوانين الانتخابات في البلاد. أستاذ عادل، قوانين الانتخابات يبدو أنها متعثرة، وربما يكون سبب هذا التعثر فيما فهمناه استنتاجا من حديثك أنه سبب يعني تصارع القوى السياسية والعسكرية في البلاد والحفاظ على موازين القوى بينها. ما مصير في ظل هذا التعثر، مصير هذه المخرجات التي جاءت تتويجا لأسبوعين متواصلين من المحادثات المكثفة بين أعضائها الاثني عشر؟ هل ستنسف هذه المخرجات أم يجب العمل على تثبيتها كما قال الأستاذ خيري قبل قليل، ومن ثم البناء عليها وتطويرها؟ مصير هذه المخرجات؟ والله في الحقيقة مصير هذه المخرجات ما لم يتم الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات الأساسية، يعني وليست الفنية، نحكي الملاحظات اللي ممكن تنسف العملية الانتخابية بالكامل، وتنازل الأطراف لبعضها البعض من أجل إنقاذ ليبيا، فمصيرها مثل القوانين التي سبقتها اللي هي غير قادرين تطبيقها على أرض الواقع، فتكون كأن لم تكن يعني. وما نتمناه أن يتم وضع هذه الملاحظات وخصوصا الملاحظات الجوهرية وليست الفنية في عين الاعتبار، لكي نخرج من هذا النفق ونسير بليبيا إلى بر الأمان، ويتم انتخابات في ظل أجواء مناسبة وتنجح هذه الانتخابات وتتوحد ليبيا من جديد تحت قبة برلمان واحد. الآن عندنا برلمان وعندنا مجلس دولة، مجلس دولة داخل 11 سنة والبرلمان تقريبا 9 سنوات ونصف، وهم صاروا جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل. فنتمنى أن لكن هم الذين يصنعون الحل الآن. لا نشكك في الأفراد عامة، ولكن هناك من يعجبه أن يبقى كما الحال كما هو عليه، لأنه هو مستفيد، وهناك ناس وطنيون لا نغفل هذا الجانب يشتغلون. فنتمنى أن توضع هذه المقترحات أو هذه الملاحظات في عين الاعتبار لكي نمر بليبيا لبر الأمان. عفوا سيد عادل، كيف ستوضع في عين الاعتبار وهذه اللجنة هي يعني كما لو أنه يطلب منها كما يقال بالعامية لبن العصفور؟ هذا أمر غير قابل للتحقق، لأن هي إذا أرادت أن تمحي شرط، وهي قضية مزدوجي الجنسية، هي القضية العقبة الكأداء في هذه القضية. إذا أرادت أن تسقط الموضوع الجنسية الثانية فإن خليفة حفتر لن يقبل، وهذا يهدد بإعادة الصراع المسلح، وإذا أبقتها فإن مجلس الدولة وكثير من مؤيديه لن يقبلوا أيضا بما يمهد. يعني كيف يمكن أن يكون الحل، وكيف تمنح صلاحيات واسعة وصفة إلزامية ونهائية ومن ثم يستدرك عليها ولا يوقع لها؟ ما نعاني منه في ليبيا ليس صراع يعني قانوني بالدرجة الأولى، وإنما هو الصراع سياسي، فيحاول جميع الأطراف يصلوا بحل يرضي جميع الأطراف ولو كان على حساب
المتعارف عليه في القوانين الدولية والدساتير وغير ذلك. فنتمنى من الأطراف المتعنتة أنها تتنازل ويأتوا لنقطة وسط تنقذ ليبيا من هذا المأزق. وأنت تتكلم على متزوجين الجنسية، أنا أرى أكبر مشكلة هي القبول بنتائج الانتخابات في حد ذاتها، ولا تجعل خط رجعة. أنا ما تكلمت على الفقرتين يجعلوا خط رجعة لأي طرف. أنت تقول لي يقدر يعني يقول لا حتى بدونها، لا، ولكن لا يكون له مستند قانوني يرجع له. ولكن الآن بجعل أنه في حالة 50+1 إيه 50+1 وفي حالة أن لم تنجح الانتخابات الرئاسية تلغى الانتخابات البرلمانية، أنا جعلت له سند قانوني حتى أمام المجتمع الدولي وأمام البعثة وأمام الشعب الليبي. فعندما أنا أقيده وأحرجه أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب كي يعرف الناس على حقيقتهم من هم الوطنيون، من هم من يحترمون القانون ومن هم خارجون عن القانون. نعم. طيب الآن في ظل هذه الحالة، هل يملك الليبيون ترف الخيارات لإنجاز قانون الانتخابات في المرحلة المقبلة؟ نتحدث عن طبعا داخل حدود ليبيا. أنا أعتقد أن الوضع ضاغط أصلا، وليس هناك فسحة من الوقت، يعني بعد حرب أهلية لتسع سنوات أو مشكلات أهلية أو مشكلات أمنية، فإنه ليس لدى الليبيين طرف الوقت في اختيار قانون مثالي. وبالتالي هنا أعتقد ما توصلت إليه اللجنة يمكن تطبيقه، وأنه في حالة الخلاف على موضوع الجنسية، فإذا نجح الرئيس مزدوج الجنسية فإن هذه الجنسية عبء عليه وليست ميزة، وأعتقد أنها يعني سوف تقيده بقانون دولة أخرى. وبالتالي أعتقد هو من تلقاء نفسه يمكن أن يتنازل عنها لكي يتمتع بالسيادة لكن الكاملة. من الناحية الفعلية دكتور خيري، هل ثمة فرصة حقيقية لتحيا هذه المخرجات وتطبق على الأرض في ظل هذه المعاندة؟ يعني في ظل هذه المعاندة أعتقد أنه من الممكن إذا تمت الانتخابات يكون هناك وضع جديد. وإذا ما رجعنا انتخابات 2012 و2014، كيف تتم الانتخابات بدون قانون توافقي حتى الآن؟ لا توافقي، ليس هناك توافق في السياسة. يعني لكن لم يمرر مخرجات اللجنة لم تمرر، ومن ثم فلا انتخابات. يعني لا، هي مررت، يعني عندما يوافق عليها مجلس أو يصدرها مجلس النواب كقانون وليس يناقشها، هي أصدرت كقانون. طبعا التوافق هذه المرة أعلى من التوافق المرة السابقة بكثير، وبالتالي نحن هنا أعتقد أن هذه لها فرصة أعلى. ولكن كيف يتم تحسين الشروط، يعني تحسين شروط التطبيق أو تحسين المناخ للتطبيق؟ ليس الاعتراضات من الجهات الرئيسية ليست موجودة، لكن الموضوع الأساسي هو كيف يعني يحترم التشريعيون في ليبيا في على مستوى مجلس الأعلى الدولة ومجلس النواب في كيف يتوافقوا على أن هذا هو القانون المناسب في هذه الظروف. هذه النقطة أعتقد أنها لكن رئيس مجلس الدولة خالد مشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقولان بأنه لابد من إجراء مشاورات، مزيد مشاورات، وصولا إلى صيغة توافقية. يعني أن الرجلين الأهم الآن تقريبا في البلاد هم تراجع عن هذا. نعم. وقالوا أن هذه القوانين هي مناسبة. لكن هناك بعض النواب الذين اعترضوا من هنا 54 طيب. 61 طيب. لكن المسألة في الأخير 111 نائبا 54 لا يمثلون الأغلبية في الأخير يعني. نعم. فبالتالي نحن هنا يمكن البناء على هذه، كيف نناقش النقاط القصور. أعتقد أنها صارت أسهل، يعني عندما مثلا نتكلم في المرة السابقة يحظى مسموح تماما لترشيح العسكريين ومزدوج الجنسية هكذا، لكن هذه المرة نناقش في تفاصيل كيف نخرج أو نسمح بقيود لمزدوج الجنسية. وبالتالي نحن هنا أمام يعني قيود أو شروط أخف. لكن الملائمة السياسية أن هناك كثير من الأحزاب، يعني المحزاب هي تجربة حديثة في ليبيا ليست تجربة راسخة. نعم. حتى تقول أن 17 حزبا اجتمعوا وقالوا كذا، كم عدد أعضاهم في الكتلة السياسية في الدولة أو كم ما هو تأثيرهم، وهل هم أعضاء في البرلمان أم ليس لهم أعضاء؟ كل هذه الأمور أعتقد هي من الوزن التأثير أو الوزن النسبي للتأثير. يعني هم تأثيرهم مثلا المجموعات الأحزاب التي اجتمعت قد يكون تأثيرهم أقل من مجموعات عسكرية أو أقل من نعم. لكن لهم ارتباطات، لهم ارتباطات في النهاية في الفصائل الثورية، لكن في الأخير هو الشرق في الأخير نعم.
في المراحل الانتقالية في التأثير النسبي الأعلى هو الذي يمشي. هذا ما أريد، ليس هناك إجماع. عفوا دكتور، هذا ما أريد أن أبني عليه، أسأل السيد عادل. يعني يبدو أن نشتم رائحة تفاؤل من حديث الدكتور خيري بأن هذه المقارات، هذه اللجنة يعني يمكن أن تطبق على الأرض، خصوصا وأن 165 نائبا من أصل 400 يشكلان مناصفة أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب، 165 فقط معترضون. هل هذا العدد كافي لتعطيل تطبيق هذه المخرجات؟ في البداية أود توضيح للدكتور خيري، بالنسبة للأحزاب التي اجتمعت تمثل الكتل القوية داخل البرلمان وداخل المؤتمر الوطني، المعترضون ليسوا معترضون بالكامل، وإنما اعترضوا على بعض الأشياء. أنا يهمني يعني السؤال عن 165 الذين نرجع لـ 165. يعني 215 أعضاء المؤتمر الوطني و200 أعضاء البرلمان. نعم. بالنسبة للمؤتمر الوطني ما بقى منه لا يتجاوز 100 ونيف، يعني أكثر من 90 عضو يا أما ترك العمل السياسي يا أما توفاه الأجل يا أما تحول إلى جهة تنفيذية. ونفس الشيء للبرلمان، يعني ممكن 60 أو 70 من أعضاء البرلمان تحولوا لجهات تنفيذية أو تركوا انقطعوا عن السياسة. صارت كتلة رافضة كتلة كبيرة. يعني لما أنا نقول لك أعضاء الفعالين في البرلمان أو المؤتمر لا يصل لل 300 عضو في المجمل في مجلس الدولة والمجلس النواب. نعم نعم نعم. يعني نحن نتحدث الآن، نعتبر الآن الصوت القوي الذي ينادي ببعض التعديلات. لماذا احنا نفرح بالحل، ولكن نحن عانينا ما يقارب 11 سنة، نريد حل واقعي، لا نريد حل انا عارف بعده هنلجأ نتحول الحل العسكري او الحرب. نريد حل واقعي نقدر ننفذه. انا لما تجعل لي في، معلش نتكمل نتكلم شويه باللهجه العاميه، انا لما تجعل لي باب رجعه لكل طرف ولا تحسم الامر وتجعله مائعا، فهذا لن ينجح. يعني عندما تجعل ان 50 زائد 1 انسان حصل مرات 60-70% مرات 90% يدخل في جوله ثانيه مع الذي يليه، ممكن محصل 4% و5%، هذا لا يعقل بأي مقاييس. هذا نفتح الباب الطرف الآخر جزما أنه خاسر، أحيانا يتعلل بأي علة ليعطل الانتخابات. أيضا عندما الشعب يذهب ويختار البرلمان الجديد يدخل الانتخابات الرئاسية في جولة ثانية تفشل لأي سبب ما، يلتغى الانتخابات البرلمانية. يعني احنا نصادر إرادة الشعب. فهذه قوانين معيبة بكل المقاييس، يعني بكل المقاييس، حتى إنسان مبتدي في القانون يقول لك هذه معيبة. أوكي، نحن نريد أن نكون واقعيين، نريد حل سياسي، ولكن حل هذا تلفيقي، هذا حيؤدي إلى حرب ثانية، مثل ما عملت لجنة 17 فبراير في 2014 وعملت لا للتمديد وعملت حل تلفيقي يعني تحت الضغط، أدى لي حرب 2014 ودخلنا في حرب أكثر من سنة وثلاثة حروب أخرى ونزاعات أخرى. فنحن نتمنى حل يكون يعني يطبق على الأرض ونثق فيه وتثق فيه جميع الأطراف، لا نجعل باب لأي طرف أنه يفسد علينا العملية الانتخابية. هذا عن الأمنية، هذا عن الأمنية، لكن ماذا عن الواقع والممكن؟ والله من تجربتنا الواقع يعني مرير وصعب، ويعني نحن نحب أن ننظر بتفاؤل. وجه الصعوبة؟ إيه، وجه الصعوبة أن هناك أطراف متعنتة، هناك أطراف غير وطنية، هناك أطراف يعني يتم تحريكها من الخارج. يعني ما نراه في المجتمع الدولي، أنا من بيش نقفز على الفقرة القادمة، إن يراد بليبيا أن تكون دولة فاشلة على غرار دول أخرى سبقتنا في هذا المجال. فنأمل من أن الشعب الليبي وأن الأحزاب وأن القيادات العسكرية والسياسية تكون عندها الحس الوطني ويغلب مصلحة الوطن وينقذ الوطن
ولا يركنوا لمصالحهم الشخصية الضيقة. طيب قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور خيري، يعني أتوقف معك سريعا، يعني أنت يبدو من المتفائلين وبأنه ترى، أستشف من حديثك بأنه لا خيارات بديلة أمام الليبيين إلا تطبيق مخرجات هذه اللجنة، لكن تطبيق مخرجات هذه اللجنة يعتمد بدرجة كبيرة على وجود إرادة ورغبة حقيقية لدى القوى السياسية الفاعلة في ليبيا لتحقيق حل يعني توافق بشأن القوانين الانتخابية. هل هذه الرغبة والإرادة موجودتان؟ هي في مسألة التوافق أو الرغبة والإرادة، هي مشكلة ليبيا من 2012 مشكلة إرادة لم تتوفر، لكن على أي حال احنا بتاخذ الحلول المنتصف أو الحلول الممكنة بشكل عام. فالحل الممكن أنه عندما نناقش الحوار السياسي والحوار منذ مبادرة غسان سلامة وحتى الآن، نلاحظ أن هناك تطور. المبعوث السابق. المبعوث الأسبق. هناك يعني تطور في هذا. هذا التطور يمكن البناء عليه. هناك مشكلات كثيرة. ليس هناك يعني لا يخلو مسؤول في ليبيا من وجود ملاحظات سلبية أو إيجابية. وبالتالي نحن هنا كيف نبني في المستقبل؟ عندما مثلاً نقول أن المجلس النواب هو الأعضاء الذين استقالوا حسب قانون الانتخابات يتم تعويضهم من نفس القائمة أو المرشح التالي، وبالتالي كانت هناك نشرة بالاستقالات يعني قبل سنة تقريبا. فعلى أي حال المسألة هنا نحن هو كيف يمكن تجاوز الخلافات أو المعضلات التي الارتباك في الصياغة الذي أنتج تحت الضغط. يعني مثلا إذا كان هناك شكر عام للجنة، فبالتالي يمكن افتراض أن حسن النية متوفر، وبالتالي إذا توفر حسن النية فيمكن أن تكون اللجنة هي بذاتها محل التفسير ومحل التعديل، ولا تنشر المناقشات في كل مكان ونبحث عن التوافق الذي لا يتحقق. هذه هي مشكلة. يعني عندما تقول أن اللجنة كانت تحت ضغط من مجلس النواب وخليفة حفتر، وتحت ضغط من ثوار طرابلس، وتحت ضغط كيف ل 12 عضو يصيغ قانون مستقر في ظل هذه الاجواء. هذه هي المعضله. وبالتالي الضغوط التي يعني لاحظتها على اللجنه خلال منذ 7 يونيو حتى الان هي لا بد ان ننتج قانونا لا يمسه العيب، لا يمسه الغلط، يمسه كل هذه الامور. وهذا غير ممكن. يعني مثلا عندما تاجل الاعلام من يوم 6 ليوم 7 تحت الضغوط، يعني هناك خلافات داخل اللجنة، هناك ضغوط على اللجنة، حتى بعض القنوات فرغت المتابعة المباشرة 6 ساعات منتظرة البيان، قنوات أوروبية. وبالتالي نحن هنا كل هذا يمثل ضغطا. وبالتالي إذا لم يكن هناك مساعدة للجنة على أن تنضج هذه المشروعات أو هذه القوانين، أعتقد أنها سوف تنفتح الأمور مرة أخرى وسوف لا يكون هناك هذه قانون. المساعدة دكتور التي تتحدث عنها ربما تأتي من خارج الحدود، وقد تحدثت أنت عن معضلة يعبر عنها بعض المراقبين الليبيين، المعضلة التي تحدث عنها ضيفنا بأنها يعبر عنها ضيق شرائح واسعة من الليبيين ذرعا بالنخبة السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي في ليبيا. سنتحدث عن فرص تدخل البعثة الأممية في ليبيا في إنضاج قانون توافقيا بشأن الانتخابات الليبية بعد فاصل أخير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة المخصصة للحديث عن تطورات المشهد الليبي، وخصوصا محاولات الوصول إلى قوانين انتخابية في البلاد. أستاذ عادل، هذا الإخفاق، إخفاق لجنة 6+6 حتى الآن، الإخفاق العملي وعدم القبول
بهذه المقررات أو ملاحظات جوهرية على هذه المقررات، إلى أي مدى هذا الإخفاق قد يحفز البعثة الأممية على الدخول على خط الحل؟ نحن في الحقيقة لا نقول إخفاق، وإنما هي يعني قطعت نصف الطريق أو 75%. يعني ممكن الملاحظات اللي أتاروها النخب السياسية في ليبيا والتشريعيين على 25%، فلو يتم تصحيح حتى نصفها فتكون أقرب واقعية للتحقيق والنجاح. أما بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة في الشأن الليبي، والله خلال تجاربنا معها لا نلتمس منها قوة الإصرار في حل الأزمة الليبية، كأنها تريد أن تجمد الأزمة الليبية كما هي عليه. لكن المبعوث الجديد يعني عبد الله باثري، نعم، يبدو أنه يحمل هذا الإصرار، هو وقد طرح خطة طموحة. هو طرح خطة طموحة للآن معالمها غائبة للآن، يعني نحن كل مرة ننتظر في الإحاطة لعله يضع تفاصيل، وإنما يتكلم في كلام مرن في العموم. يعني لا ندري هل هو سوف يجعل هناك لجنة رفيعة المستوى على غرار لجنة جنيف أو الصخيرات، أو سوف يتماشى مع لجنة ستة زي ستة. فهو نفسه المبعوث الأممي خطته غير واضحة. إذا هو نفسه خطته غير واضحة، فكيف سوف ننتظر منه حل واضح للأزمة الليبية؟ الدكتور خيري تحدث عن أن هذه اللجنة بحاجة إلى مساعدة لتطبيق مقرراتها ومخرجاتها على أرض الواقع. هل يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بدور بشأن هذه المساعدة؟ إحنا في هذه الحالة نريد أن نميز بين حالتين. الحالة الأولى أن ليبيا هي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والسيادة، نعم، وأنها لديها مؤسسات يعني تشريعية كيفما اتفق، ومؤسسات سيادية يمكن أن تعبر عنها، وبالتالي عبء الحل يقع على الليبيين من هذه الوجهة. المستوى الثاني وهو ما يتعلق بالدور الدولي في هذا النطاق، هو من الناحية القانونية هو جهة دعم وجهة إشراف حتى الانتقال السياسي، وليس له وليس جهة إنشاء. وحتى اللجان التي أنشأت في جنيف مرتين هي إن بنت وانفضت دون أن يكون لها أثر واضح، وحتى الآن مجلس النواب لا يعترف بالاتفاق السياسي، يعني كل القوانين التي يصدرها لا يشير إلى الاتفاق السياسي ولا يعتبره موجودا. المسألة الأساسية في الدور الدولي منذ 2011 وحتى الآن هو أنه يتصرف كأنه ليس معنيا بليبيا وليس معنيا باستقرارها. يعني عندما تابعت كيف يتصرف المبعوث عبد الله باتيلي والسفير ريتشارد نورلاند خلال اليومين الماضيين، هم يقومون بزيارة كل المسؤولين الليبيين، والخطاب المشترك بينهم نحن نريد التوافق ونريد إعادة المشاورات ونريد أن نفتح النقاش تاني ونريد أن القوانين كلها معروضة على كل الليبيين، وبالتالي هذا في تقديري هو إهدار للجنة 6+6. وبالتالي إذا ما هذا المسار يقول أنه ليست البعثة الدولية أو مجلس الأمن الذي لم ينفذ قرارا واحدا حتى الآن سوى قرار التدخل 1970، حتى الآن ليسوا معنيين بأن تكون هناك حكومة موحدة في ليبيا أو حكومة تعبر عن الليبيين. وبالتالي نحن هنا أمام، يعني عندما طرح باتيلي اللجنة رفيعة المستوى، يعني هل ستكون مثل لجنة 75؟ لجنة 75 كما لم تكن رفعت المستوى، نعم، ولا هو أسماء تتداول فقط، وأن المشروع ليس واضح أيضا، هل هو مشروع يختلف عن الذي طرحه مارتن كوبلر أو الذي طرحه غسان سلامة أو الذي طرحه سابقا يعني طارق متري؟ هي نفس النتيجة. لكن دكتور، الذي يختلف الآن، مسألة مهمة، وهو أن عبد الله باثيل يملك مسألتين. المسألة الأولى هو يعبر في الأدبيات الدولية في الأممية أن عبد الله باثيل يملك تصميما حقيقيا على إنجاز حل هذه واحدة، والمبادرة التي طرحها قال أن كل الجهات السياسية، كل الطيف السياسي سيجلسون على الطاولة بمن فيهم النساء والشباب. ونقطة ثالثة أن هناك دعم أمريكي لهذه الخطة، على ما تدعى الأمريكي؟ ليس هناك دعم أمريكي لأي شيء، يعني صرح بأن هناك دعم أمريكي. في اجتماع في يناير الماضي كان هناك اجتماع للجنة دولية من 9 دول، منها تركيا ومصر وقطر و5 دول أوروبية والولايات المتحدة.
وكان باتيلي طرح تصوره في لجنة رفيعة المستوى قبل اجتماع مجلس الأمن. تم تجاوز هذا تماما. يعني بالمعنى نريد أن نقول أن وضع البعثة الدولية بالنسبة لمجلس الأمن لا شيء، وأنها لا تستطيع فرض تصور معين عليه، وبالتالي وليس من اختصاصها تجاوز الليبيين. يعني عندما أصر عجلة صالح ومصر ده عند التعديل الدستوري هو قانوني وهو سوف يكون، نعم. تم هذا، وبالتالي نحن هنا أمام، نعم دكتور، حالة من تلاعب الأمم المتحدة. طيب لو أذنت لي يعني انتهى الوقت، أذنت لي يعني أختم مع الأستاذ عادل بدقيقة. يعني هل تركيا اليوم، عفوا ليبيا اليوم، أقرب من أي وقت مضى إلى الحل، أم أنها ما زالت في وسط الطريق؟ هي في الحقيقة ما زالت في وسط الطريق، ولكن هناك نضج، يعني نضج أن لا حل لليبيا إلا بالحل السياسي، التوافق السياسي. أي نعم، فوصلنا في مرحلة يعني بعد الحروب وبعد الدماء وبعد الاستنزاف كل الأطراف تريد حل سياسي، بقى كل طرف يحاول يناور إيش يحصل من الحل السياسي، وأنه هو يكون له حصة الأسد في هذا الحل. طيب أعود إليك مرة أخيرة دكتور خيري، يعني هل يمكن القول بأن إذا كانت المجلس الأمن غير مكترث حتى الآن كما فهمت من كلامك في القضية الليبية، وأن البعثة الأممية غير قادرة أو غير مؤهلة وغير مخولة ولا تملك القدرة على تجاوز الليبيين، هل نحن الآن يعني الكرة كلها في ملعب الليبيين، وهل يمكن أن ينجزوا هذا الحل أم ما زالوا بعيدين عن ذلك؟ الكرة في ملعب الليبيين من نهاية 2011 وحتى الآن، لكنهم لم يدركوا هذا، وهذا جزء كبير من المشكلة. وبالتالي يعني إذا ما وعوا أنهم يعني يعملون في دولة ذات سيادة، أو أنهم يتطلعون إلى السيطرة على موارد الدولة وأن هذا ممكن، أعتقد أنهم سوف يفكرون بطريقة مختلفة، وليست هناك النزاعات التقليدية بين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وأنه كيف يتم مشكلة الثروة والسلطة. كل هذه الأمور أعتقد المشروع الدستور في 2017 يعني قطع فيها شوطا مهما، وبالتالي إذا ما أرادوا أن يكون الحل بأيديهم يعني سوف يكون ذلك، وهناك مساندة إقليمية كبيرة في هذا الشأن. كل دول إقليمية تقريبا تدعم لجنة 6+6، وعلى عكس الولايات المتحدة والبعثة التي تشكك فيها. دعم فاتر، دعم فاتر، يعني الإمارات أعربت عن دعم فاتر، مصر أعربت عن دعم فاتر. لا، دعم قوي، ليس دعم فاتر. وبالتالي هنا نحن مظاهر هذه القوة في الدعم الإقليمي أنها يعني تثق في التعديل الدستوري 13 وتقول أن التعديلات هي مناسبة. يعني كانت المشكلات كلها تتعلق، نعم، بكيفية شروط أو تخفيض الخلاف حول شروط الترشيح. وبالتالي نحن هنا أمام أعتقد تغير يمكن البناء عليه في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكرك أستاذ عادل. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين عادل أحمد جبعور أمين عام المجموعة الليبية للعمل الوطني، وكذلك الأستاذ خيري عمر أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الإفريقية. والشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.